لما تكمل تجميل مدرسة كاملة، نعم، شنو شعورك لما تشوف الطلاب؟ أنت قلت شغلك يكون دائماً بالعطلة الصيفية. نعم. بس حصراً بالعطلة الصيفية؟ لا لا، جمعة وسبت أيضاً أشتغل خلال الدوام. نعم. لما تنهي المدرسة تزيينها بالكامل، نعم، اليوم اللي بعد انتهائك من العمل تحرص، نعم، أنك تكون متواجد حتى تشوف ردة فعل الطلاب؟ أنا دائماً من أكمل المدرسة أروح، يعني هو المدير يدز علي، مرات يكرمني بالساحة وفد شيء أمام الطلاب، فأنا أفرح. أنا قلت لك أنا متعتي أنه من أشوف الطفل يفرح، يعني فد شعور لا يوصف بصراحة، يعني فعلاً هو شعور لا يوصف. نعم. صحيح. لأن هذا الطفل يعني ورقة بيضة، إحنا بدينا نصنع، نقدر نسوي معلم أو مهندس أو طيار بأسلوبنا وبعقليتنا اللي ننقلها إليه. أحسنت فعلاً. نعم. أجدت الوصف. تكلفة العمل اللي تتأدي، نعم، هذا منين؟ الأصباغ؟ نعم. المواد الأولية المستخدمة بالصبغ والتلوين؟ نعم، أغلب المدارس يعطون فلوس المواد. يعطون فلوس المواد، مو فلوس الجهد. لا فلوس المواد. المواد. إي، وأطلع أنا أشتغلهم يعني. وبعض المدارس حتى المواد أنا من عندي، يعني أشتغل بالمدارس فيزود عندي مواد فأستخدمها المدرسة، بس مو لأي مدرسة. أي. المدرسة اللي تكون بأماكن نائية، هذه يصير طالب فقير يعني مو مثل المدرسة بالمركز. أحسن. يعني فأحس المدرسة محتاجة لهذا الموضوع، وأتبرع بكل طيبة قلب يعني أشتغل وما أهتم يعني. ما أجملك يعني. نعم. هو المعلم نقول دائما ونعرف كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم. أنت رسول بمهنتك اللي تأديها أصلا. نعم. ورسول جمال كل المدارس أنه اليوم شو. واحد بس يؤدي عمله كمعلم في مدرسته. نعم. هو رسول. أكيد. كيف أنت لحد الآن 90 وجاري العمل؟ والله هاي رسالة وأمانة برقبتنا، هو التعليم بصورة عامة. صحيح. اما انا كعملي بصراحه زرعت يعني ابتسامه عند الناس، زرعت كلمه طيبه الناس تذكرني بها، فالحمد لله وانا مستمر ان شاء الله بهذا الموضوع. الرقم اللي يريد. طيب استاذ احمد، اريد ارجع وياك لمساله تحمل الكلفه، وقلت لي أنه المدارس هي تنطي ثمن الكلفة اللي تشتغل المدارس وتجملها وترتبها، وأنه أنت هدفك الأكبر والأول المدارس اللي بالمناطق النائية. نعم.